يسأل ويقول: ما حكم صيام يومي الاثنين والخميس والأيام البيض، وما هي فضائلها في ديننا؟ جزاكم الله خير. صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، 3 أيام من كل شهر، صيام يوم عرفة لغير حاج بها، وصيام الست من شوال، وصيام شهر الله المحرم وأكده العاشر، ويوم قبله ويوم بعده. هذا الصيام مستحب، وفيه فضل عظيم لمن وفقه الله عز وجل، فلا ينبغي التفريط. هذا الأجر العظيم لمن يقدر عليه، وحتى لو صام بعض هذه الأيام وترك بعضها فلا حرج عليه، وإن صامها كلها فهو أحسن وأتم وأكمل في أجره. نعم.